رمضان اقل طبعا، اقل بنسبه مثلا 60%. كمصري زاد شويه يعني قبل رمضان، اما الاجنبي فهي ممكن قلت شويه في شهر رمضان بالذات ده. لا طبعا اقل، لها اقل من قبل رمضان، يعني النص مثلا. الناس بتشرب سجاير اكتر في الايام العاديه يعني. نسبه بيع السجاير قلت بنسبه 65%. ساب الصيام ويعني ما الناس مفيش حركه زي الاول. الاثنين واحد يعني، يعني النسبه مثلا يعني لو ده مثلا بتبيع مثلا، لو انت مثلا بتبيع سي مثلا ب 1000 جنيه منهم مثلا 600 جنيه مستورد و400 مثلا محلي، هتفضل نفس النسبه. والله على حسب برضو الاستخدام يعني، ساعات بيبقى في شغل تمام وساعات يبقى لا، يعني مثلا ساعات تحس عليها ضغط، بس هي في رمضان طبعا شغاله اقل طبعا. قبل الفطار الناس تبقى صايمه وزي كده، وبعد الفطار الناس خلاص عايز تشرب سجاير وزي كده، فبتيجي تشتري سجاير وتسحب سجاير وكده. انا صايم 12 ساعه وهتنام كمان من ال 12 ساعه 6 ساعات كمان. والله الناس اول ايام رمضان يقول لك ايه ده فرصه رمضان جاي وهنبطل فيه تدخين، بل بالعكس لا بيشربوا. يعني هي الكميه مثلا بياخدها الصبح، لا بياخدها بعد الفطار. انا بحاول انصح على قد ما اقدر الناس تبطل سجاير. السجاير نزلت في رمضان، نسبه البيع قلت. ما اظنش راح يغير عن اللي بيشرب مستورد، هيغير في رمضان ما هيغير. طب بالعكس اللي بيشرب محلي ممكن يغير، ولا كان لا اشرب نص علبه كده نظيفه شويه. انا بعد الفطار ممكن يعني اشرب مثلا نص علبه، في اليوم العادي ممكن اشرب علبه. لا هو المدخن في يعني في الغالب عايز يعوض اللي ما شربوش، احس كده يعني حاجه، يعني حاجه كويسه اللي فاته يعني، فهو عايز يعوضها بس ما يعرفش يعوض يعني. بتقل في البيع شويه يعني، ممكن العلبه بتقعد معاهم طول اليوم، لا ممكن تخلص منهم من الفطار للفجر. بالنسبه لي انا في البيع بيبقى اقل شويه. يعني الناس الصبح هتبقى صايمه، بالليل بعد الفطار بيبقى في تراويح، لا ينزل يهدم الاكل اللي هو اكلها، يمشي هيطلع، مفيش وقت، هي بتسحر، مفيش وقت للسجاير بالنسبه للايام العاديه. لكن الايام العاديه طول اليوم هيبقى شغال في السجاير. ببيعها مضطر، ما هو لو ما بعش سجاير مفيش حاجه هتتباع من عندي، دي حاجه يعني اساسيه موضوع السجاير. للاسف الشديد الناس تقول لك انا في رمضان هبطل السجاير، ويقعد بقى في رمضان برضه يشرب، ويجي بعد رمضان يقول ايه ما قدرش ابطل السجاير في رمضان، وهو موعد نفسه انه قبل رمضان يبطلها. سواء في رمضان السجاير بتتباع برضه كده كده، النسبه هيبقى تبقى قليله، هيفطر هيشرب امتى فاهم؟ بعد الفطار الوقت بيبقى قليل معاه لحد السحور. المصري بيكون اكتر يعني، معظمهم بيكونوا شباب لسه يعني. فالزبون اللي كان بيشتري علبه دلوقتي بقى ممكن يجي يشتري خمس سجاير بس، لو اشترى علبه هتبقى كتيره قوي معاه، فهو بياخد خمس سجاير على قد اللي معاه بس. في ساعات بيبقى مثلا 18 سنه، من 18 سنه مثلا لحد 30 سنه مثلا.